دلوقتي هنروح لهالة نتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في مختلف المحافظات. يا هالة صباح الخير عليك. صباح الخير يا شادلي، صباح الخير يا جوانا، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا. نبدأ طبعا جولتنا المرورية الأول، وبعد كده جولة سريعة عن أحوال الطقس، وبنستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. وطبعا بنبدأ جولتنا كالعادة من القاهرة، تحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعة لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، وبنفضل مكملين لحد ميدان العباسية ومسجد النور، وبعد كده كثافات قدام جامعة عين شمس بسبب طبعا موعد دخول الطلاب للكليات، ونفس الكثافات لو أخذنا طريق شارع الجيش هنلاحظ هناك في كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد، وشوية بشوية في الطريق هتقل الكثافات لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر. نروح مع بعض للجيزة دلوقتي، في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان. شارع أحمد عرابي القادم من الدائري في سيولة مرورية. لو روحنا لميدان لبنان المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية مكملة معانا، لكن الطريق العكسي وهو القادم من أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان في كثافات مرورية بتبدأ في آخر 2 كيلو من المحور. ونروح مع بعض لمحافظة الإسماعيلية، هنلاقي أن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيربط ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية بعد بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة سير السيارات. محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو روحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي أن في سيولة مرورية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وفي بعض الكثافات المرورية الغير مؤثرة إطلاقا بس بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت نشرتنا المرورية، ونستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كمان في نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 19، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 25، وأقل درجة حرارة في العلمين 17 درجة. طبعا معنا تفاصيل أكتر عن أحوال الطقس بس بعد شوية.